حقيقة في هذا المهرجان قبل توزيع هذه الجوائز على المشاركين في مهرجان المدرسة سمير صبيح ستكون الكلمة أو مسك الختام لهذا الحفل أو هذا الكرنفال الكبير للحبيب علي سمير صبيح ليشكر الحضور ويقدم نص من نصوص الكبير الراحل سمير صبيح يقرأ لأول مرة. الأخوة الحضور، الأساتذة الشعراء، جمهورنا العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً بالبداية أحب أشكر هذا الحضور الجميل، وأحب أشكر الدكتور مجاهد أبو الهيل على دعمه لهذه المهرجان، مهرجان الثاني المدرسة. طبعاً راح أقرأ قصيدتين، الأولى لم توثق من 1996، المرحوم ما موثقها فحبيت أوثقها بمهرجانه، الثانية اللي هي كتبها على الوالدة الله يحفظها، فمن راح للصيد دزها إلها قالها من أرجع من الصيد راح أنا أسجلها، لحد ما أنه الله سبحانه وتعالى أخذ منيته. فالأولى تقول: أنا اللي عندي كلام بصدر مدفون، اللي ما عنده بقت بس على شفت تالي الليل نص الليل واسمع واحد ينوح صوته بعيد يمعت بد غرفتي، شديت السرج بس خانها الجوع ولجمها العوز ما غارت مهرتي، وصلته وصرت يمه وقلت له شو تريد وحسها جفوف خنقتنا عبرتي، قال انا شقل لك انا بواك شفت حالك ترى ونزلت دمعتي. انا اللي عندي كلام بصدر مدفون، الما عندي بقت بس على شفتي، نص الليل اسمع واحد ينوح صوته بعيد يم عتبت غرفتي، شديت السرج بس خانها الجوع ولجمها العوز ما غارت مهرتي، وصلته وصرت يمه وقلت له شو تريد وحسها جفوف خنقتنا عبرتي، قال انا شو اقول لك انا بواق شفت حالك ترى ونزلت دمعتي، جاي تبوقني ما تعرف الحال ظل بواق لا تغلط غلطتي، حالك حال غيرك جاي تبوقني ما تعرف الحال ظل بواق لا تغلط غلطتي، حالك حال غيرك يا صحراء واشرب ماي لا تعطش عطشتي، عاهدت النفس قلت لها للموت انا ببوق ما اترك جربتي،